بيكم في حلقة جديدة في برنامجنا في حلقة جديدة وبرنامجنا سابق تتسابق. النهاردة معانا الزوجين الأستاذ محروس ومدام هدى، وطبعا انتوا عارفين حلقتنا في كل حاجة، في الفن، في الثقافة، في الغيرة، حتى في المشاكل الزوجية ان شاء الله اللي ما تكونش بينهم. تعالوا نتعرف على أستاذ محروس ومدام هدى. أستاذ محروس ازيك؟ الحمد لله. الأخبار؟ تمام. مدام هدى الحمد. منورنا. أول مرة تشتركوا في مسابقة؟ مدام هدى انت هادية ولا دي عشان مش هادية خالص؟ نعرفوا يعني. كده بما ان ليديز فيرست نبدا بمدام هدى. مدام هدى، السؤال الاول بيقول: طير من الطيور ليس جارحا، النورس، الصقر، بوما. فدلوقتي عشان انتوا الاثنين متعادلين في الفقره الاولى، الجايزه هتتقسم بينكم انتوا الاثنين، تمام؟ في الفقره الثانيه نشوف، هو كل ما الفقره بتبقى متاخره الاسئله بتبقى صعبه شويه، تمام؟ كده المسابقه تعادل بينكم في الفقره الاولى. اتبسط بقى، قول له افرح بقى، انا اللي هكسب اصلا. لما نشوف فاصل ونرجع لكم تاني ومسابقتنا سابق تتسابق، ونشوف المنافسه القويه اللي ما بينهم. في الفقره دي احنا المفروض نجيب لكم تخصص ينافسكم، او حاجه انتوا الاثنين من جهه هو من جهه ثانيه. التخصص ده ممكن يكون دكتور، مهندس، محامي. احنا جايب عشان انتوا عارفين الدكتور هينافسكم في التخصص بتاعه، فممكن تكون حاجه صعبه عليكم قوي، فاحنا هنجيب لكم حاجه سهله جدا. هم هنا عارفين الشيخ عن طريق النت، انا ما اعرفهوش، هم يعرفوه. انا شفت له كام فيديو كده على النت، كان بيخرج جن ومس وحاجات من على الناس. ندخل الشيخ جعفر المصري معانا. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ. اتفضل سياده الشيخ، يتفضل. تغنيش نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. نورتنا. الله يخليك، ده نورك. اعرفك استاذ محروس مدام هدى، هما الاثنين متسابقين منافسين لبعض. المسابقه دي الفقره الثانيه حضرتك هتقول لنا شويه اسرار عنهم، لو الاسرار طلعت صح هتكسب الجايزه، لو طلعت غلط هما اللي هيكسبوا الفقره الثانيه. تمام؟ انا شفت لك كام فيديو كده حلوين قوي. ربنا يكرمك بفضل الله طبعا، وطبعا لك الفضل في ده انت كمان. ورجعنا لكم تاني وسابق تتسابق في الفقرة التانية مع الشيخ جعفر المصري. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. نورت كل الاستوديو، احنا فرحانين بوجودك. الله يخليك. النهاردة معانا الاستاذ محروس ومدام هدى، هما الاثنين في المسابقة في الفقرة الاولى كسبوا او تعادلوا مع بعض. في الفقرة التانية حضرتك هتدخل منافس ليهم، لو هتقول لنا شوية اسرار عنهم، لو طلعت صح هتكسب الفقرة، لو طلعت غلط هما اللي هيكسبوا الفقرة. طيب مفيش احتمالات، هو احتمال واحد بس ان شاء الله. احتمال واحد اللي هو يكون ايه؟ ان هو نكسب طبعا. الله على الثقة، احنا يعجبنا التنافس والحماس ده كله. ندخل في أول حاجة، عايزينك تقول لنا مدى التوافق النفسي والعاطفي ما بين الاثنين. اسم حضرتك؟ هدى. الرباعي لو سمحتي. هدى طلبة عبد العال السيد. هيك طه عين ألف. وحضرتك؟ محروس عبد العال عبد العال السيد. ايه انت قريب؟ مدعم. تمام. جميل. نبدا بمدام هدى. مدام هدى يعني مولوده اول السنه الصبح بدري، يعني اول ما بدات السنه جت مدام هدى.
واحد واحد؟ واحد واحد. حقيقي؟ صدفة. حقيقي. الإجابة دي صدفة، هي بتقول الإجابة دي صدفة. صدفة. الجاي ده بقى، الجاي ده كله هتقول عليه صدفة. لا يا مدام هدى، احنا كل ده يحصل بالاثبات، فعايزين حضرتك لو في حاجه صح تقول لي ان ده من دون. لا لو صح اقول صح، مش هضحك عليك. البرج ده يا رب يا رب تعارضني. البرج ده هي طيبه قوي، يا رب تقول لا انا شريره. ها مش قوي يعني، دي ما حدش يقدر يقول على نفسه. لا مش قوي، لا لا مش قوي قوي يعني. ما بتشكش فيه برغم ان هي بتحبه يعني، بس ما بتشكش فيه، هي بتثق فيه. لا لا اصلا انا اتحب يعني، مش مشكله. ايه بقى ده؟ بقول لك، عايز اقول لك على حاجه، مفيش راجل ما يتشكش فيه، نصيحه مني يعني. اللي جايه دي مش فلك يعني، التكايه اللي جايه دي مش فلك، دي روحانيات يعني. اه الاستاذ ميمي. ميمي؟ اه مين بيقول له يا ميمي؟ بصي كل خلق الله يعني. لا عايزين نعرف ايه موضوع ميمي. اسم الشهره بتاعه ايه؟ موضوع ميمي. ايوه فعلا اسم الشهره ميمي. اسم الشهره بتاعه ميمي. هي اللي بتقول له يا ميمي؟ العيله كلها مش هي بس. هو اساسا ما حدش بيقول له يا محروس اساسا، كله يا ميمي. دي كده دي صدفة، دي مش صدفة. دي استاذ ميمي كله. اه لكن الورق الرسمي محروس. في اعتراض؟ لا هو ان ازاي عارف ميمي ده؟ انا بحس في اعتراض بالنسبة لحضرتك يعني. خليك مع خليك مع الشيخ لو سمحت، عشان في ناس هنا هتضرب. خليك مع الشيخ. ميمي ده سر بعد اذنك يعني، زي مطب صناعي كده. ميمي ده سر محدش يعرفه يعني. لا ده مش سر، الدنيا كلها عارفه ان هو ميمي. ده دلوقتي بقى تلفزيون بقى. لا لا بس هو كلمة ميمي دي فعلا حاجة مش طبيعية، حاجه سر فعلا. ليه بقى ان شاء الله؟ لا يعني. ميمي دي ما حدش محروس. ايه اللي جاب محروس لميمي؟ والله تسال امي وامي بقى، تسال مش انا. طيب عايزين اسرار اكتر. لا هي مدام هدى ما عندهاش اسرار يعني، ما عندهاش يعني. الحمد لله. هات لي اسراره بقى. هات لي اسراره. بتقول ما بتغيرش. الحمد لله. انت شيخ ولا ايه؟ طب اتفضل، عايزين نقول شويه اسرار عن استاذ محروس. احنا كلنا عايزين نعرف. اتفضل قول. انتوا متحفزين له ليه كده؟ لان هو بيتحداك من اول الحلقه. انا اللي اتحفز له مش انتوا يعني. بس هو اساسا يعني ملوش اسرار. لا دي ممكن اسرار معايا. قولها. طيب مش انت واثق قوي من الاسرار؟ قولها. انا واثق. طب قولها. طب حضرتك مستني ايه؟ هتثبت حضرتك واثق اني عايز اقول؟ اقول. لحظه، هتثبت؟ لا انا اي حاجه بالاثبات. هي بتقولك هتثبت. انا بقول هتثبت يعني، هتقول لي سر عنه هتثبته لي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني لو انت مخبيه مثلا حاجه في حته معينه مش هقول لك مكانها فين تروح تجيبيها، انا ممكن اجيبها لك دلوقتي. والله. اه طيب، هو بس الاستاذ محروس زي ما احنا قلنا عاش حياه روتينيه، عيشته وبيته، هو في بيت عيله ما سابوش، موجود عايش في بيت عيله. صح مظبوط. ما خرجش، ما شافش ناس يعني، ما شافش، ما غيرش جو يعني. ما شافش ناس، محبش بنت عمه، قام لقاها خلاص اتعود عليها هي دي فاتجوزها يعني. ما عاش الحياه اللي هي الصبا والمراهقه بتوع الناس المنطلقه. انتوا ما اتجوزتوش عن حب مثلا؟ لا لا اتجوزوا عن حب. لا اتجوزوا عن حب. اسأليه بقى. هو شافها قدامه حبها يعني، ما عاشرش مثلا في الجامعه مثلا دي واحده وخد مقلب من واحده والثانيه خانته ومش عارف ايه، ما خدش، ما اتدربش التدريب ده. اوكي. اه فده كان صوت سهل قوي، من حوالي 5 سنين لواحدة يعني كانت معجبة بيه. كان صوت سهل قوي. استنى استنى استنى، صد مين ده اللي صد؟ أنا؟ واحدة معجبة بيه؟ من 5 سنين تقريبا. والموضوع خلص طبعا؟ ما تقريبوش 5 سنين، بس تقريبا 5 سنين. ده مين ده؟ أنا الكلام ده عليا أنا؟ هو لا، على الأستاذ محروس. لو سمحت سيبه يكمل. هي حد، هي حبته. ده مين دي بقى ان شاء الله؟ هو فعلا حد شخصيه. طب الشيخ جعفر، حضرتك دلوقتي بتخرج بره نطاق البرنامج بتاعنا، البرنامج بتاعنا مسابقات وحضرتك بتعمل مشاكل بينهم كده، واحنا ده مش لو سمحتي. لا معلش، لو سمحتي حضرتك، البرنامج بتاعنا بيقول مسابقات. نطلع لفاصل، نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني، وبرنامجنا سابق تتسابق. لو سمحتي حضرتك، لو سمحتي حضرتك، برنامجنا هنا مسابقات. لو سمحتي، لو سمحتي بقى، احنا فاصل. انا عايز افهم انتوا جايبين احنا ايه؟ مسابقات ولا جايبين تعملوا عطل؟ عطل ايه؟ ليه؟ عطل ايه؟ بيبوظ الدنيا. طيب ببوظ الدنيا، حد يسكته. انت ممكن تصلح على حضرتك عملته ده؟ لو سمحتي حضرتك، مش احنا في فاصل؟ اه لما نصور بيتكلم.
حضرتك ممكن تكمل معايا؟ لا معلش، هو الضيف بتاعي انا، واحنا عايزين حضرتك تصلح اللي عملته. ممكن تصلح اللي عملته ده؟ هو عمل ايه اصلا؟ لو سمحت، هو حضرتك بيبوظ الدنيا في حياتك الزوجيه. لحظه، لو سمحتوا انتوا الاثنين، حضرتك ضيفك لما تصوري. انا عايز افهم، انتوا جايبيننا هنا تعملوا مشاكل ولا جايبين مسابقات؟ ما انا مش فاهم يعني، انت جايبينك منين يا شيخنا؟ لا بعد اذن حضرتك. ايه بعد اذن في ايه بقى؟ بعد اذن في ايه يعني؟ لو سمحت، يعني لو سمحت الكلام يكون ليه حدود. لا اله الا الله، في طريقه الكلام يعني. انا ما غلطتش مع حضرتك، انا بقول لحضرتك جايبي لك منين انت؟ طب انتوا على بعض. لو سمحت ممكن نسمع منه، ولا انت خايف ومش عايز تكمل؟ لا وانا خايف من ايه يا ماما؟ طيب خلاص اديله فرصه يتكلم. انا عامه ما بصدقش الناس دي. طيب ما تصدقهمش يا سيدي، انا بصدقهم. انا ما بصدقش الكلام ده. حضرتك ممكن تكمل معايا؟ ده كله دجل وشعوذه واوانطه طبعا. يا استاذ محروس امر. يا استاذ محروس ما اؤمر، وانت هتفضل تقول استاذ محروس؟ بقول لك اؤمر. يا استاذ محروس ايه يا عم، هم انت ايه؟ وانا موصف لك ثلاث مرات لما تقول اؤمر حضرتك. اتفضل. ايه بقى دي ان شاء الله؟ ايه دي بس؟ ايه دي بس؟ ايه انت حضرتك عايزه تعرفي ايه؟ اللي انت عارفه. ايه انت عايزه تعرفي ايه؟ عايز اعرف عنه اللي حضرتك كنت هتقوله. يا استاذ محروس. نعم. انت تعرف واحده تانية غير مراتك ولا لا؟ ايوه. ايه اللي بتقوله ده؟ انت عملت فيه ايه؟ مش هرد عليك. انت عملت فيه ايه؟ ولا حاجه، هو نايم. نايم؟ اه. انت نومته؟ لو سمحتي. لو سمحتي حضرتك. ايه تاني يا استاذ عايزه تعرفيه؟ عايز اعرف عنه كل حاجه. ومن خمس سنين زي ما حضرتك قلت. يا استاذ محروس، العلاقه اللي انت تعرفها من خمس سنين ديت هتوصل بينكم لاي مدى؟ هتوصلوا لغايه فين مع بعض؟ للجواز. طب ومراتك؟ مراتي موجود. واولادك موجودين. انت اتجننت؟ انت مجنون؟ في ايه؟ اللي بتقوله ده صح؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي بتقوله ده حقيقه؟ انا ما قلتش قول. طب انت تعرف واحده وهتتجوزها؟ واحده؟ مين قال الكلام ده؟ وعدت ايه؟ استنى يا عم، انت بتصور؟ انت تعرف؟ كلمني انا. ولا اكلمك ولا استنى؟ انت يا عم انت كلمني انا. انت عم الشيخ، انت جبت الحاجات يعني انت إيه؟ صدقت كل حاجه قالها؟ لا ده كداب. ميمي كداب. وبيت لا عيله. لا كداب. وشهر لا كداب. 11 لا كداب. وشهر واحد كداب. بس وده مش كداب فيه؟ انت عارف اشمعنى دي اللي انت كداب فيها؟ لا ده راجل كداب. اتفضل اقعد حضرتك يا استاذ محمد. لو سمحت تثبت لي بقى ان هو بيقول على حضرتك كداب. ها؟ اثبت لي ان هو كداب. ما بتصورش، ما بقولكش حضرتك بقى ان هو كداب. حضرتك انا بقول لكم عشان ما حدش يزعل مني. ما تصحتش صور عشان اثبت ان هو كداب. اثبت ايه اكتر ما هو؟ اثبت زي ما انت، زي ما انت بتقول لي. اثبت صحيح. مش انت بتقول شيخ؟ اثبت ان هو انت شيخ وبتعرف المستخبي. استناني انت شويه. اقعد لو سمحت. يا عم انا مش دلوقتي. حضرتك يا استاذ محروس نمت؟ نايمك دلوقتي؟ نايمني في من قاعد معاك؟ ايوه نمت حضرتك. ايوه نمت وقلت كل اللي جواك. انت نمت وقلت كل حاجه. لا انت بتخرف لما برضه. بتخرف دلوقتي، بتخرفوا كلكم. لا مؤاخذه، انت نمت وقلت كل اللي عندك وكل اللي جواك. ما حصلش، الراجل ده كداب. لا حضرتك نمت فعلا وقلت. لا من نمت ايه وانا نمت؟ والله العظيم حضرتك نايمك. ما بالعظيم يا استاذه، ما تعملش بالعظيم حضرتك. لا اله الا الله. انا نايمك تاني واسجل لك. وانت لا ما حدش يتدخل، انا مش عايز اي حد يتدخل. لا لا خلي يتدخل يتدخل. والله قدام عينيا ما حدش هيقدر يتدخل. حضرتك بتكلم مين؟ حضرتك بتكلم مين؟ انتوا بتألفوا بقى. قومي قومي. طول ما هو قدام عينيا محدش. لا مش هقوم. لا مش هقوم. لا مش هقوم. عملت مشكله، ما كانش ينفع على الملأ كده. قومي عشان ما بوظش الدنيا. لا بوظها. هكلمك تاني واسجل لك. لو سمحت. عينك في عينك. انتوا جايبين لنا مسابقات ولا جايبين انتوا هتخربوا بيوتنا؟ انا عايز افهم حضرتك يعني. يعني المفروض حضرتك ما كنتش تقول كده، لان ده ممكن يخرب البيت. انا مش فاهم صحيح والله. وليه ما يقولش الحقيقه؟ يعني احنا صدقنا كل حاجه، والحاجه الوحيده دي اللي انت بتصدقها. يا استاذه بعد اذن حضرتك، يا استاذ بعد اذن حضرتك، عشان انا دلوقتي ده ايه؟ في مباراه بيني وبين الجن دلوقتي بعد اذن حضرتك. مباراه ايه يا عم؟ الكلام اللي انت عملته تحكي ده علينا ده يا عم. ممكن اخليهم يتكلموا؟ اشتغلنا. هم جايين عايزين ياذوك انت كده. لا خليهم ياذوك. يا جماعه انا قلت لكم قبل كده ما تجيبوش حد من عن طريق الاذى. يا عم خليهم ياذوني يا عم. خليهم ياذوني. انت معرض للاذى. طب وريني مين دول؟ مين دول؟ وركز معايا عشان اقدر بس ايه اعمل اي تحصيل. اهدى معايا. خليك معايا خليهم ياذوني. انت معرض للاذى. طب وريني شويه بعد اذنك. مين دول؟ مين دول؟ وركز معايا عشان اقدر بس ايه اعمل اي تحصيل. اهدى معايا.
خليك معايا كده. ايه دول؟ زي ما انتوا محدش يتحرك. دول اي ضهر بسرعه. في حد يجي يحطني من هنا؟ الموبايل بتاعك يا استاذ ايمن. مش معايا. مش معايا. ايوه طيب اي حد ينور لي هنا طيب. اي حد ينور عند الراجل هنا. يا اخوانا. اي حد ينور عند الراجل هنا. بطاريه على الميه. يا جماعه دي بطاريه على الميه. هنا. هو فين؟ محدش فيكم معاه اي مادر. هو فين؟ استني يا استاذ. استني يا استاذ. استني يا استاذ. استاذ بعد اذنك. استني يعني ايه؟ دي واحده دي واحده. استني يعني ايه؟ هو فين؟ هل كنتوا كده؟ ايه ده؟ ايه ده بس شويه؟ استني يعني ايه واحده؟ مش حد معايا. فين الراجل؟ وين الراجل؟ فين الراجل كان هنا؟ ابلع فين؟ انت وديته فين؟ انت فين؟ وانت مسؤول تجيبه؟ مش انا اللي وديته. انت مسؤول تجيبه؟ مش انا اللي وديته. اهدي مش انا اللي وديته. مش هقولك. اهدي مش هقولك. مش انا اللي وديته. هو مين؟ الجن خطبه. جن سؤالك. الجن يجيبه. الجن خطبه. جن جن يجيبه. جن يجيبه. جن يجيبه. اهدي بس. جن يجيبه. اهدي اهدي. مش هقولك. اهدي اهدي. مش هقولك. اهدي. انت خايف منك شو عامل ايه؟ يا اخوانا طب ساعدونا. ساعدونا ساعدونا ساعدونا. اهدي شويه اهدي شويه اهدي جوزك في خطر. اوعى اهدي شويه. هو فين بقى؟ اهدي طاجن السقاعات يا جماعه. طاجن السقاعات حركوا. انت كده في خطر. انت كده بتأذيه. انت كده بتأذيه. خلاص عشان اقدر. مين اللي مين اللي هيجيب؟ اقعدي 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 حبيبتي. خلاص اقعدي يا عادل يا جماعه. اقعدي 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 اقعدي. مش هقعد الا ما يهدي. بس اهدي اهدي هنجيبه هنجيبه. اقعدي اقعدي اهدي اهدي اهدي. ممكن تقعد ممكن تقعدي تقعدي اقعد بس عشان يرجع هيرجع 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 هيرجع. صدقني مش هيرجع. اقعدي ورايا. طيب اقعدي يا استاذ. مش هقعد ورايا. خدها اقعدي ورايا. ممكن نهديها ممكن نهديها الاول ممكن نهديها. قولي يا استاذه هيرجع 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 ان شاء الله. هيرجع ان شاء الله. هنرجعه هنرجعه. مش هنسيبه لما نرجعه. قولي ورايا قولي ورايا. اهدي قولي ورايا. اللي كيف الكلام ده طلع على. قولي قولي. انت مجنون. يا ستي هو انت مجنون. مدام اقعدي اقعدي. مش هسمع كلام حد. مش هسمع كلام حد. انا مقدر موقفك. ايوه اقعدي. طب اقعدي قولي ورايا. قولي ان كيلي كبالا كلالا. مش هقول يا ستي عشان يرجع. عشان يرجع كده مش هيرجع. قولي ان كيلي كبالا كلالا. قولي قولي ايه؟ ان كيلي كبالا كلالا. كبالا كلالا فين؟ ان كيلي كبالا كلالا. قولي ورايا. اقول ايه؟ ان كيلي كبالا كلالا. ان كيلي كلالا كلالا. ان كيلي كبالا كلالا. كبالا كلالا. ان كيلي كبالا كلالا. قولي يا استاذ. قولي ان كيلي كبالا كلالا. استاذ محروس عايزينك تقول مدام هدى تزعليش يا عسل المقلب وصل. تزعليش يا عسل المقلب وصل. وانا عارفه عايزه بيضه في البيت. انا وزي ما شفتوا مدام هدى عملت ايه عشان جوزها وحبيبها الاستاذ محروس. شوفونا في حلقه تانية من برنامجنا ما تزعليش يا عسل.